احنا ثلاثة، الأم والابنة. صار مدهم يلسيس وانا نجري، وانا نجري مع السكنة. دايما السلطات يرحمها ربي يرحمها ربي، وانا صابرة. وكانوا شوية الدراري صغار، شوية المسؤولية شوية قليلة، من بلاصة لبلاصة نكري، من كل مرة في بلاصة. ومع هنايا بلاد سياحية، يكري لك في الشتاء في الصيف يخرجك. كنت ساكنة هنايا من 2010، دار الحمد لله لاباس بيا مع الناس. كانوا هنايا الناس عطاوهم هما السكنة وانا ما عطاونيش. تم استئجار شقة على مستوى مدينة جيجل لبضع الوقت، ثم قامت هذه الأسرة بالرجوع ثانية إلى نفس المكان واتخاذ خيمة مسكنا لها. ملفها على مستوى اللجنة، لجنة الدائرة لدراسة ملفات الساكن الاجتماعي، راح يؤخذ بعين الاعتبار. كما قلت سابقا أن بلدية العوانة مستحيل تسمح في إبنائها.